السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. معاكم احلى الاكلات في مطبخ حرونو. احنا النهاردة بإذن الله هنعمل وصفة سهلة جدا وسريعة، وكل اولادنا بتحبها وبتشتريها من بره غالية جدا. احنا هنعمل الدونتس بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ. احنا معانا كوباية لبن حليب دافئ، ومعايا بيضة، معلقتين سكر، كيس خميرة أو معلقة كبيرة. تمام، هندوب المكونات دي كلها مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا نص معلقة بودر على كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق يعني 250 جرام، معايا رشة ملح، معايا رشة ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا معلقة زبدة بدرجة حرارة الغرفة، يعني تكون طرية كده، ما تكونش جامدة قوي ولا حاجة، تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة. هبدأ بقى في عملية العجن بتاعتي. كده العجينة بتاعتنا شايفين ما شاء الله. خلاص انا دلوقتي هسيب العجينة بتاعتي تختمر ونرجع تاني بإذن الله مع بعض نشكلها بدون اي آلة تشكيل او اي حاجة، نشكلها بطريقة بسيطة جدا وعادية ان شاء الله هتعجبكم. ورجعت لكم تاني بعد العجينة بتاعتنا ما اختمرت، شايفين بسم الله ما شاء الله. احنا طبعا ما معناش قطعة ولا حاجة، ايه هنبدأ بقى بإذن الله كده نعمله من غير قطعة وهيطلع جميل جدا بإذن الله. انا معايا الصينيه بتاعتي، هبدا اكوره كور صغيره كده متساويه. خلاص هنبدأ نشكله دلوقتي، شايفين هضغط بس ضغطة بسيطة كده بس كده، ومعايا أي
اي حاجه ان شاء الله يكون غطاء ازاز، اي حاجه معايا او معاك الصيدلية هبدا اضغط في الوسط كده واشيل. وابدا احطها بقى على ورقه زبده، اي ورقه عندك ممكن تحطها عليها، اي ورقه عندك ممكن تحطها عليها. بس كده طبعا القطعة الصغيرة ديت انا مش هرميها، هستعملها تاني. نكمل بقية الكمية بقى مع بعض ونرجع تاني نشوفها مع بعض بإذن الله. احنا دلوقتي معانا الشوكولاتة سايحة، بسم الله. وبكده خلصنا يا حبايبي، خلصنا الدوناتس بتاعنا، شايفين بسم الله ما شاء الله. تقدري تزينيه بأي حاجة، لو ما عندكيش شوكولاتة ممكن تحطي جوز الهند أو سكر بودر، حاجة بسيطة وخفيفة. عندك شوكولاتة حطي شوكولاتة، ما عندكيش خلاص عادي خلاص، هيبقى كويس جدا. وأتمنى يا حبايبي الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوناش في لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم منا كل جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.